بسم الله الرحمن الرحيم. General Embryology by Dr. Ayman Ahmad Khanfour, Professor of Anatomy and Embryology, Alexander University, Egypt. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الكوريون وحاجه اسمها كوريونيك فيلاي اللي هي الجذور بتاعت الزرعه بتاعتنا، وطبعا هنتدرب على مجموعه من الشورت كويتشنز. نبتدي دلوقتي بالكوريون. دلوقتي عايزين نشوف ايه المقصود بكلمه كوريون، ايه لفظ جديد بالنسبه لنا. وطبعا معانا الورقه والقلم وبندون فيها الاكسبريشنز الجديده وبنكتب معناها جنبها. الرسمة دي طبعا احنا شفناها قبل كده في المحاضرة السابقة. اما اجي اعرف الكوريون هو الجدار ده كله على بعضه. بيتكون من ايه؟ بيتكون من ثلاث حاجات. اول حاجة السيتوتروفوبلاست، رقم اثنين السينسيتيوتروفوبلاست، رقم ثلاثة اللي هو الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. يبقى الجدار الفاصل ده كله على بعضه هو بيمثل لي مين يا جماعه؟ الكوريون. طب بالمناسبه يعني كلمه كوريونيك فيزيكل هي الاستراكشر اللي احنا شايفين ده كله على بعضه بما يحتوي على اليوك ساك والامنيوتك ساك والاكسترا امبريونيك سيلم. طب تعالى نتكلم على الكوريونيك فيلاي. ورجائي يعني انا عاوز دايما اما نسمع كلمه فيلاي ديت افتكرني وانا بقول لك هي دي الجذور بتاعه الزرعه بتاعتنا اللي هي بتثبتها لي في الارض، وعن طريقها بيتم امتصاص الميه والمواد الغذائيه من التربه بتاعتنا. التربه بتاعتنا اللي بيمثلها لي هنا هو الماتيرنال تيشو، ماتيرنال بلاد فيزلز، ماشي. والكوريونيك فيلاي ديت هي اللي بتمثل لي الجذور اللي هي بقى بتتوغل عشان تبدا تعمل عمليه الامتصاص والجاس اكستشينج والنيوترنت ماتيريال اكستشينج اند سو اون. طيب نقول بقى كديفينيشن ايه المقصود بكلمه كورينيك فيلاي. طبعا ده كده اللي هو الفيتس اهوت. هاخد جزء صغير كده من هنا وهكبره. بصوا يا جماعه الجذور اللي هي بتتوغل وترجع تتفرع وتتفرع عشان تعمل كونتاكت بي اللي هو الماتيرنال بلاد فيزلز هي دي الفيلاي. فعايز بقى اعرف الفيلاي هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن فينجر لايك بروسيسز، عماله تنخور اهي بالعربي وبالبلدي كده. هي عباره عن فينجر لايك بروسيسز معموله ايه؟ معموله من التروفوبلاست داخله فين؟ في اليوتراين ستروما اللي هو في الماتيرنال تيشو يعني. طيب ازاي بتتكون الفيلاي ديت؟ تعال نشوف مع بعض خطوه بخطوه كده، وعلى وهنشوف دلوقتي ان هي كفكره متكرره جدا في الامبريوجينيسيس، في التكوين بتاع كذا حاجه اخذناها قبل كده، وهنطبق الكلام ده وتشوفوه دلوقتي. بصوا معايا كده، ادي الكوريونيك فيزيكل كلها على بعضها اهيت، وقلنا ان الجدار ده كله على بعضه اسمه كوريون اللي هو بيتكون من سايتو وسينسيتيو والميزودير. ايه اللي بيحصل بقى؟ بنشوف كده المنطقه بتاعت اللي هي السينسيتيو توفوبلاست ديت، المنطقه السميكه ديت اللي هي عباره عن مالتي نيوكليتد سيلز، ماشي، بتسبح في السيتوبلازم ومفيش ديفينيت سيل باوندري بينهم. ايه اللي هيحصل فيها؟ هيحصل فيها areas of degeneration. اه لا جديد في الفكره بتاعت الامبريوجينس بتاعتها. يحصل فيها areas of degeneration. اها ال areas of degeneration ديت بنسميها lacunae. lacunae. طيب ايه اللي هيحصل في اللاكني دي؟ اما تبدا تجمع مع بعضها بصوره irregular كده خلاص هتسيب لي فراغات ما بينها وبين بعضها. ويبقى اللي اتكون عندي في النهايه هو مين يا جماعه؟ الصوابع اللي نازله دي بس اللي هي الفيلاي. يبقى اللي هيحصل بعد كده هيحصل
communication occurs between these vacuoles leading to formation of finger-like processes. هي طبعا دي stages مختلفة في التكوين بتاعتها. يبقى أنا كده اتكون عندي الكورينيك فيلاي. من تاني ماس على بعضها، حتت حصل فيها degeneration communicated مع with each other، نتج عنها ايه بعد ما حصل communication ده؟ الصوابع اللي هي متدلية ديت كده اللي هتبدأ تنخر في اليوتراين ستروما، وهي دي اللي كانت دلوقتي دي هي دي الفيلاي. طب هل الفيديو ده أكثر من رائع؟ تعال نشوف كده مع بعض ازاي بتتكون الفيلاي. بص بيبدأ يحصل اكسبانشن اهوت للسنسيتيو تروفوبلاست. ركز معايا، شوف بيدور على مين؟ على الماتيرنال بلاد فيزلز. بيدور عليها. هيبدأ يطلع منه الصبغة، عمل لها انفيجن لغاية ما الدم اللي فيها يفتح ويعمل كوميونيكيشن مع اللي هو الانترفيلاس سبيسز. كان عندي هوت اللي هو لاكينر سبيسز، نخورت وفتحت في الكابيلاريز اللي هي الشعيرات الدمويه الموجوده في الاندوميتريوم، نتج عندي بلاد سانسويدز فتحت على الانترفيلاس سبيسز ويبدا يتدفق الدم اهوت في الانترفيلاس سبيسز. يعني الجدول اللي نخرمت ديت اللي دخلت دي خرمت اللي هو الماتيرنال بلاد فيزلز، فحصل اسكيب للدم اللي منها بين الجدول بين الكورينيك فيلاي، ويبقى كده اللي اتكون عندي اللي هو الانترفيلاس سبيسز filled with maternal blood. ودي بداية تكوين، بص هقول ايه، اليوترو بلاسنتال سيركيوليشن in the future. دلوقتي بقى يا ترى كل الفيلاي نفس الاستراكشر؟ لا طبعا، لها ستيجز معينة في التكوين بتاعها. وخلي بالكم لازم نفرق ما بين types of villi according to its structure، ده حاجة مختلفة خالص عن types of villi according to its function، عشان بس ما نجيش نجاوب سؤال تبقى الإجابة حاجة تانية خالص. نمسك الأول types of villi according to its structure، وأقول لك ارجع بذهنك كده الوول بتاع الكوريون كان بيكون من كام حاجة؟ ثلاث حاجات اللي هما إيه؟ إلا سنسيتيو توفوبلاست والسيتوتوفوبلاست والاكسامبيونيك ميزوديرم، دول مكونات اساسيه في تكوين الفيلاي اللي هي الجذور بتاعتنا. تعال نشوف كده اول نوع كده مع بعض، عايزين نفهم الرسمه ديت اللي هو اللون الازرق الفاتح ده سنسيتيو، والاخضر ده السيتوتوفوبلاست، وبعدين اللي جوه خالص بقى ده اللي هو الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. طيب اول مرحله من التكوين بتاعه الفيلاي بنسميها برايمري فيلاي، بتتكون من حاجتين بس اللي انا شايفهم دولت، السنسيتيو والسايتو توفوبلاست. دي اول مرحله بدائيه في التكوين. تتكون من ايه بقى من تاني؟ السنسيتيو والسايتو توفوبلاست. طيب هنكون باصين كويس جدا كده على الصوره دي عشان هحكي لكم ايه اللي هيحصل في اللي بعدها قبل ما نشوفها. طيب بيجي الميزوديرم دوت عاوز يشارك رخاء، فهيعمل ايه؟ هيزق نفسه لجوه كده، يدخل يعمل كور، يعمل عمود هنا كده جوه السيتوتوفوبلاست، يحولها لي الى ثاني مرحله من التكوين وهي السكندري فيلاي. اهو ابتدى الميزوديرم يدخل لجوه اهوت جوه السيتوتوفوبلاست، وبكده يبقى وصلنا لتاني مرحله اللي هي اسمها سكندري فيلاي. ويبقى بتتكون من كام ستراكشر؟ ثلاثه ستراكشرز، ماشي؟ اللي هم ايه؟ لو خدتهم من بره لجوه هيبقى عندي سنسيتوتوفوبلاست، سيتوتوفوبلاست، وبعدين برايمري ميزوديرم. طيب المرحله الثالثه عايزين نحكيها مع بعض الاول بقى. أنا الكلام ده كله لسه مش هعرف أوصل الغذاء في قنوات بقى تمشي فيها كده الدم للبيبي، فإيه اللي هيحصل؟
هيبتدي يا جماعة اللي هو الفيتا بلاد فيزلز تعمل انفاجينيشن للميزوديرم دوت. اول البلاد فيزلز دي ما تعمل انفاجينيشن للميزوديرم دوت، يبقى انا كده وصلت لتالت مرحلة وهي بنسميها التيرشري فيلاي. تيرشري فيلاي بتتكون من ايه بقى يا جماعة؟ التيرشري فيلاي ديت هتتكون من الاتي: سينسيتيو اللون الفاتح ده، وبعدين الاخضر السايتو، وبعدين الاكستراميك ميزوديرم which is invaginated by اللي هو البلاد فيزلز. يا ريت نبص للثلاث رسمات كده سيريالي ورا بعض ونقارن بينهم عشان في معلومه هضيفها حالا دلوقتي. ها قارنا بينهم. طبعا كل مرحله حاجه جديده بتدخل في التكوين. الحقيقه هو سؤال ممكن يطرح نفسه كده، هو في دايركت كوميونيكيشن ما بين البلاد بتاع البيبي والمذر؟ اقول لك استحاله، بدليل ان ممكن فصيله الدم بتاعه البيبي تكون مختلفه عن الام. بيظل يا جماعه سطح فاصل اهوت بيتم من خلاله الجاز اكستشينج والنيوترينت اكستشينج اهو. يعني السطح الفاصل ده هنشرحه بعد كده مع البلاسينتا، ماشي، اللي هو بنسميه بلاسينتال ميمبرين او بلاسينتال بارير، حاجز. فنبص كده على الحاجز ده اهوت، هو اللي انا بشاور عليه ده هيبقى ما بين حاجز ما بين الماتيرنال بلاد والفيتال بلاد. هو هنا بيحصل ديفيوجن اوف جاسز نيوترينت ماتيريال، انما هل في دايركت كوميونيكيشن بين الماتيرنال بلاد فيزلز اللي هو ماتيرنال بلاد اللي هو باللون الاحمر ده والفيتال بلاد؟ نيفر، ستيل في حاجز اهوت. يبقى اللي يعمل الحاجز ده هي مجموعه الاستراكشرز اللي احنا قلنا دي اللي هي السنسيتيو والسايتو والميزوديرم اند سو اون. خلاص؟ طبعا مكوناته بتختلف على حسب الستيج بتاع تكوين البلاسينتا، والكلام ده هنشرحه بالتفصيل مع البلاسينتا ان شاء الله. قبل ما اسيب السلايد ديت، انا كده لما اجي اقسم بقى اللي هو الفيلاي عندي اكوردنج تو اتس ستراكشر، عندي ثلاث انواع. او نوع برايمري فيلاي تتكون من سينسيتيو وسايتو. طب سكندري فيلاي دخلها كور اوف ميزوديرم، يعني تتكون من سينسيتيو وسايتو وبرايمري ميزوديرم. ثالث نوع بقى اوف ديفلوبمنت، لا دي دخلها بقى بلاد فيزلز اللي هي الفيتال بلاد فيزلز، فبتتكون كده من سينسيتيو وسايتو وبرايمري ميزوديرم which is invaded by fetal blood vessels. على فكره ما تزهقوش من الاعاده والتكرار بتاعي لان ده بيساعد في تثبيت المعلومه. طيب الحقيقه دي برضو رسمه ثانيه انا اللي عاملها بتساعدنا برضو في معرفه الاستراكشر بتاع الفيلاي. برايمري فيلاي اهو، طبعا دي كده اللي هو ادي الاندوميتريوم، ماشي، الماتيرنال سايد اهو، وده كده اللي هو ايه الكورين. انا هنا اخد كات سيكشن في كل مرحله. هنا عندي سينسيتيو وسايتو، لو خدت فيهم بقى كات سيكشن كده اهوت، ما هي عباره عن صوابع نازله كده. لو خدت كات سيكشن في الصبع الجدر اللي نازل ده هيبقى عباره عن سينسيتيو وسايتو. طب المرحله دي انفيدد بميزوديرم اهوت، يبقى عندي سينسيتيو وسايتو ومين يا جماعه؟ وميزوديرم. طب المرحله دي بقى اللي هي التيرشري فيلاي، عندي سينسيتيو وسايتو وميزوديرم، وجواه دخل مين يا جماعه؟ اللي هي الفيتال بلاد فيزلز. ولو تلاحظ هنا ده كده اللي هو الانتر فيلاس سبيس اللي هو عمل ايروجن ودخل على الماتيرنال بلاد فيزلز، يبقى هنا عندي ماتيرنال بلاد وهنا الفيتال بلاد، وستيل اللي انا بشوفه ده الحاجز البلاسينتال بارير، الحاجز اللي بيتم من خلاله الجاز اكستشينج واللي هو الابزوربشن بتاع النيوترينت ماتيريال. هل الفيديو ده رائع، هيبين لنا المراحل المختلفه في التكوين اللي هو الفيلاي. ركزوا معايا كده ونبدا نشغله ونشوف. بصوا بقى اللون الغامق ده السينسيتيو، وبعدين ده كده السايتو، وده كده الميزوديرم. بصوا بقى اول مرحله من تكوين الفيلاي اللي هي البرايمري فيلاي
هتتكون من اللونين دول مع بعض بس، اللي هو السينسيتيو والسايتو، البايمافيلاي. طب تاني مرحله، ابتدى يحصل انفيجن للاكسترا امبيريك ميزوديرم، يعني في الحاله دي كده هنسميها ايه؟ سكندري فيلاي. طب بص بقى اللي هيتكون هنا البلاد فيزلز وهي بتعمل انفيجن، بصوا معايا. الفيتال بلاد فيزلز عملت انفيجن، يبقى كده وصلنا الى التيرشري فيلاي. وخلي بالك اللي انا بشاور عليه ده كده، ها ده كده اللي هو البلاسينتال بارير، اللي هو الحاجز ما بين الماتيرنال بلاد والفيتال بلاد. طيب تعال نشوف بقى التايبس بتاعت الكورونيك فيلاي ديت according to its function. طب انا هسألكم سؤالي الاول، هرجع تاني للزرعة بتاعتنا، الشجرة بتاعتنا احنا زرعينها، الجذور بتاعتها اللي هي متوغلة في الارض ديت، اقول لك ايه الفانكشن بتاعتها؟ هقول لك طبعا، اول حاجة بتثبت الشجرة، تاني حاجة بتساعد على الابزوربشن بتاع النيوتريانتس والمية والغذاء من الارض. اقول لك نفس الكلام ده بالنسبة للفيلاي عندنا، بس هما الحقيقة بقى مش الاتنين بيعملوا نفس الفانكشن، لا هما مقسمين نفسهم. ازاي؟ تعال نشوف مع بعض. هيا يا جماعة، اما بص كده هنا، دي كده الاول البرايمري فيلاي اهيت سايتو سينسيتيو، دي كده السكندري سايتو وسينسيتيو، وابتدى يدخل ايه؟ الميزوديرم. طب التيرشري سايتو وسينسيتيو والميزوديرم، وابتدى يدخل بلاد فيزلز. طيب يعني دي كده تيرشري، الله، ودي برضه تيرشري، ودي برضه تيرشري. طب امسك لي واحده من التيرشري دولت، هلاقي في افرع من الجذور بتاعتهم وصلت لتحت خالص، عامله بنتريشن، الله، يبقى دي بتثبت، الله. وفي جذور تانيه عايمه في الانترفيلس سبيسز اهو، زي ده وزي ده، ماشي، الله، دول عايمين، يعني محاطه من جميع الاسبكت، محاطه بجميع الاسبكت بالماتيريال بلاد عشان يحصل منها اكستشينج للماتيريالز والجاسز وكده، يبقى ديت عايمه، يبقى مش بتساعد في التثبيت. وبناء عليه يبقى types of villi according to its function بنقسمها الى anchoring villi يعني fixing villi، يبقى كل وظيفتها التثبيت، زي اللي عليها الكيرسر بتاع الماوس دوت. اول نوع كل وظيفتها انها وصل لغايه الديسيديو بيزالس مختلفه جوه وبتثبت فقط لا غير. طب اللي عايم بقى في الدم اللي حواليه عشان يعمل اكستشينج بنسميها free villi او nourishing، جاي من nutrition، خلاص، دول زي don't reach الديسيديو بيزالس اهو، زي ده وده 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 وده، كل دولت عايمين، ماشي، كل وظيفتهم ان هم ياخدوا الغذاء ويحصل عن طريقهم اللي هو الجاس اكستشينج والنيوترنت اكستشينج، فبسميهم free villi او nourishing villi. اعتقد احنا كده دلوقتي المفروض عرفنا الفرق ما بين types of chorionic villi according to its structure primary, secondary, tertiary and types of chorionic villi according to its function اللي هم anchoring villi اللي هو fixing villi و free villi اللي هي nourishing villi. الفيديو ده اكثر من رائع، هيبين لنا types of villi according to its function. تعال نبص كده مع بعض. بص بقى احنا دخلنا بقى هنا جوه ايه، في الانترفيلس سبيس، داخلين جوه، بص في حاجات واصله لمختبك الديسيدو بيزالس اهي، ده انكورنج في اللاي اللي هو فيكسنج في اللاي. بص بقى الحاجات اللي عايمه ديت، انا عايز اقول لك عايمه في الهواء، لا هي مش في الهواء، هي عايمه في الانترفيلس سبيس اللي هو في الماتيرنال. شوف سبحان الله المنظر ده رائع، يبقى دي كده اهي فيكسنج في اللاي، وديت كده ايه يا جماعه فلوتنج في اللاي. قاعدين من ساعتها نتكلم على الفيلاي الفيلاي الفيلاي، ايه الفيت بتاعها؟ اقول لك مبدئيا عشان نفهم الفيت، اعرف لي كده ان الكوريون دوت من اللي هو الكيس احنا شفناه كله على بعضه، الكورونيك فيزكل ديت،
كان عليها فيلاي من جميع الاسبكتس بتاعتها. ماشي، هل كلهم هيفضلوا؟ هل في احتياج لهم كلهم؟ لا طبعا، احنا عندنا قانون في الامبريولوجي بيقول لك ايه؟ اللي انا عاوزه هيفضل وممكن يبقى مور اند مور ديفلوبد، اللي مش محتاجه في الديفلوبمنت يحصل له دي جينيريشن ويختفي. تعال نطبق الكلام ده. بصوا كده، هفكركم الاول يعني بحاجه، ده كده اليوترين كافيتي، ودي كده الكورونيك فيسكل، خلي بالك هي جوه الاندوميتريوم بس يحصل لها بقى بلج كده انها بتكبر. طيب دي كده كان اسمه كورونيك فيسكل، اللي بما تحتوي الجستيشنال ساك كلها على بعضها. هقول لك والله الفيلاجي اول ما اتكونت، هي اتكونت هنا اهو السطح ده اللي هيتكون البلاسينتا اللي هي المشيمه فيما بعد، وهنا متكون فيلاي، وهنا متكون فيلاي، وهنا متكون فيلاي. الله، هل انا محتاجهم كلهم؟ مش محتاجهم كلهم، انا مش محتاج الا عند الحته اللي هتكون البلاسينتا بس اللي هي المشيمه. ماشي، طيب ده غير كده كمان الجستيشنال ساك اللي هو كيس الحمل ده، طب ما هو بيكبر 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 بيكبر، حصل اوبليتريشن لليوترين كافيتي، خلاص بقت اللي هو الكونيك فيلاي دي لزقت في مين يا جماعه؟ لزقت في اللي هو الاكس اللي هو الطبقه الخارجيه ديت، ماشي، اللي هي السوماتوبلويك ميزوديرم ديت، فهتتلاشى حصل لها دي جنريشن. طب تعالى نعيد نفس الكلام بتاعنا دوت بس بصوره منظمه شويه. بص يا سيدي، جزء الكوريونيك فيلاي اللي هو عند السطح اللي هو ده انغرست بيه البلاستوسيست، السطح اللي انغرس بيه البلاستوسيست اللي هو ان ذا فيوتشر هيكون البلاسينتا، الجزء ده هيبقى ديفلوبت وهينمو اكتر واكتر وهيتغير اسمه، هيبقى اسمه كوريان فرندوزم، وهو ده اللي هيعمل لي الفيتال بارت بتاع البلاسينتا. الله، ما تيجي نقول كده معلومه من دلوقتي نقولها ونرميها كده وهنرجع لها تاني بناخد البلاسينتا، بس هتسهل علينا جدا. البلاسينتا دي يا جماعه سبحان الله هي عضو مشترك ما بين المذر الام والبيبي. اوعى تتصور انها خاصه بالام لوحدها او البيبي لوحده، لا ده الاثنين بيشاركوا في عمايلها. ولذلك لما هنيجي ناخد البلاسينتا هقول لك انها بتتكون من فيتال بارت وماتيرنال بارت. الفيتال بارت هو الكوريان فرندوزم. هتقول لي ايه الكوريان فرندوزم؟ ايه الاسم الجديد ده؟ هقول لك الكوريان فرندوزم ده هو ده الكوريونيك فيلاي اللي هي كانت مقابله للديسيديو بيزاليس في المنطقه ديت. كبرت وتوغلت وعملت بنتريشن وهي دي اللي هتعمل لي الفيتال بارت بتاع البلاسينتا. الله، طيب امال بقى بقيه الفيلاي اللي كانت على السيرفس ده كله على بعضه حصل لها ايه؟ اقول لك مش عاوزينها، خليها تليف ترحل. وهي فعلا اتسمت ايه يا جماعه؟ كوريون ليف، كوريون ليف. نتيجه لايه؟ ان حصل اوبليتريشن، خلاص اتقفل يوترين كافيتي. ليه؟ لان كيس الحمل بيكبر بيكبر بيكبر، خلاص مش محتاج للفيلاي على السيرفس ديت. يبقى الفيت بتاع الفيلاي، اقوله مره ثانيه، الفيلاي اللي هي اجينست الديسيدوا بيزاليس هي دي اللي هتنمو وتبقى ويل ديفلوب، هتعمل لي الفيتال بارت اوف ذا بلاسينتا. طب الاذر فيلاي اللي هي على السيرفس ده كله خلاص هيحصل لها ديجنريشن اند ات ويل ليف، تمشي هترحل وبتعمل لي حاجه اسمها كوريون ليف. اللي شفناه لغايه دلوقتي كان هو ده الطبيعي اللي بيحصل. هل ممكن يحصل حاجه غير كده؟ طبعا سبحان الله، ممكن يحصل حاجات تغيير في المسار بتاع الانقسامات بتاع الخلايا تؤدي الى حدوث مشاكل معينه. زي ايه؟ بنسمع يا جماعه احيانا ان سيمن الناس حملت وبعدين الدكتور قال انت عندك حمل عنقودي. ايه الحمل العنقودي ده؟ حاجه اسمها هايداتيفورم مول. هايداتيفورم مول، انا هوريكم شكله الاول. هنلاقي يا جماعه اليوترس مليان فيزيكلز، حويصلات كده كله على بعضه. بصوا المنظر ده، بصوا المنظر ده عامله زي ايه ديت؟
عامله زي اللي هو عارفين انتوا عنقود العنب كده، اهو عامل زي كله عباره عن عامل زي عنب 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 كده اهوت، حبيبات عنب 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 ماشي. وعلى فكره هي المريضه ساعات بتيجي تشتكي بتقول ان هي فوجئت ان بينزل منها حاجات عامله زي العنب ده فعلا ماشي. ايه اللي بيحصل فيها يا جماعه؟ بيحصل خطأ في الانقسامات بتاعت الخلايا الخاصة بالتروفوبلاستس، وما بيتكونش امبريونيك تيشو، يعني مفيش امبريو بيتكون، ويبدأ الخلايا الخارجية بتاعت التروفوبلاست ديت تنقسم بطريقة معينة تعمل لي فيزيكلز 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 فيزيكلز، بنسميها اللي هي فيزيكولار مول أو هايداتيفورم مول، لها اسم الاثنين، يا إما فيزيكولار مول أو هايداتيفورم مول. وعلى فكرة أنا شفت منها حالات كتير جدا ديت ماشي. ودي بالذات لأنها بتنتج من التروفوبلاست، الناس دي لما تيجي تعمل لهم الليفل بتاع الـ HCG اللي هو الهيومن كوريونيك جنادوتوفين بتلاقيه عالي جدا في السماء. دي واحدة من الحاجات اللي احنا لو لقيناها ممكن نفكر المريضة دي ممكن يكون عندها فيزيكولار مول أو هايداتيفورم مول. من تاني، إيه هو الهايداتيفورم مول؟ حصل خطأ في انقسامات الخلايا ماشي، ابتدى التروفوبلاست يحصل لهم انكنترولابل مالتيبليكيشن، كونوا لي فيزيكلز عامله زي عناقيد العنب كده اهوت، عشان كده تسمى فيزيكولار مول او هايداتيفورم مول، اند كاركترايزد باي فيري هاي ليفل اوف اتش سي جي. طب احنا بنخاف من ايه بقى؟ هتقول لي الفيزيكال مول ده طب هو حميد ولا خبيث؟ هو حميد، انما حطها قاعده في ذهنك ان اي ورم حميد ممكن مين وايل مع الوقت يتحول الى ايه يا جماعه؟ الى خبيث. زي ما بيحصل هنا كده، ابتدى الفيزيكولار مول ده يعمل انفيجن لليوترس ويتوغل اكتر واكتر. شايفين المنظر عندي عامل ازاي؟ في الحاله دي يا جماعه بيتحول الى مالجنت ديزيز، بنسميه كوريو كارسينوما. كل اللي عايزك تعرفه هو جاست بس النيم بتاعها، ايه الكوريو كارسينوما؟ هو عباره عن ان فيزيكولار مول حصل فيه مالجنانت ترانسفورميشن. طيب افرض بقى يا سيدي، احنا قلنا دلوقتي اتكونت عندي الفيلاي، الجذور بتاعت الشجره في الارض لما عليها، دي ممكن تلاقيها تبدأ تمتد وتدخل من تحت اسوار البيوت وتمتد، ملهاش ملامه. انما احنا عندنا بقى في جسمنا كل حاجه مخلوقه بقدر معين ولها نظام معين ماشي. يعني ايه؟ الفيلاي اللي عندنا دي لها درجه معينه في البنتريشن لغايه الديسيزر بيزالس وتقف. الله، ممكن تمتد اكتر من كده؟ ما هي لو امتدت في التوغل بتاعها اكتر من كده هتدخل على العضله بتاعه الرحم، وممكن توصل للبريميتيوم من بره، وده بقى بنورمال. فاذا حصل عندي اكسسيف انفيجن للكوريونيك فيلاي بيعمل عندي حاجه اسمها بلاسينتا اكريتا. انا لو حد تايه مني ولا حاجه هيقول لي ايه علاقه البلاسينتا بالفيلاي، هقول لك ما هو البلاسينتا لسه قايلين انها بتتكون من فيتال بارت وماتيرنال بارت. ماتيرنال بارت هو الديسيدوا بيزالس اللي هي بطانه الرحم ماشي، عند الجزء اللي حصل فيه امبلانتيشن، والفيتال بارت اللي هو كوريوم فرندوزم، ده اللي هو نوع الفيلاي اللي هو اجينست ديسيدو بيزالس اللي هو هيكون لي الفيتال بارت بتاع البلاسينتا ماشي. ايه اللي هيحصل بقى يا جماعه؟ ان لو حصل مور اند مور انفيجن للفيلاي ديت، شوف هنا ده كده ابنورمال دوت، هيعمل عندي حاجه اسمها بلاسينتا اللي هو ايه؟ اكريتا. طبعا في منها درجات خلاص، بس مبدئيا نبقى عارفين ان حصل انفيجن للكوريونيك فيلاي ساحت اكتر من الديسيدوا بيزالس، يبقى دي بنسميها بلاسينتا اكريتا. طيب هل في منها انواع؟ طبعا كل حاجه في الدنيا في منها درجات. ازاي يا جماعه؟ والله هي لو اخترقت بس كده وصلت للي هو المايوميتر العضله بتاعت الرحم بنسميها بلاسينتا اكريتا خلاص. طيب شوف بقى هنا، دي اللي هي ايه؟ اكريتا اهيت. طيب
افت توغلت اكتر لغايه ما وصلت لغايه البريميتريم، لو من بره خالص يبقى دي بنسميها بلاسنتا بيركريتا. بلاسنتا بيركريتا طبعا كان ده يا جماعه في ديتيلز اكتر بكتير جدا من اللي انا بقوله ده، وهتاخدوها مع الاوبستاتكس ان شاء الله فيما بعد. انا هتبدي بس شرح موجز له. يبقى الاختراق اكثر من الطبيعي نسميها بلاسنتا اكريتا، هي الحقيقه في منها درجات بتتفهم من اول اكريتا انكريتا او بيركريتا. خلاص دي فيها منها مشكله، طبعا في منها مشكله ان بعد البيبي ما يتولد وخلاص نيجي نشد في البلاسنتا عشان تنزل ما بتنزلش، نشد عشان تنزل ما بتنزلش. بقول لكم على السيكونس اللي بيحصل بالظبط كده، نبدا نعمل تراكشن شويه على الامبليكال كورد، احنا بنشده منه عشان ننزل بلاسنتا، بيحصل احيانا انه جاي مقطوع في ايدنا الامبليكال كورد بتفضل بلاسنتا جوه، نبدا ندخل ايدنا جوه الرحم ونشد نعمل الله دي لازقه جامد جدا. دي ساعات يا جماعه بتتطلب ان بيتعمل هيستريكتومي، ساعات بيتشال الرحم انقاذا للام. ليه؟ لانها بتدخل في حاجه اسمها سيفير بوست بارتم هيموريدج. هيموريدج يعني نزيف، بوست يعني بعد، بارتم اللي هي الولاده، يعني تبدا اللي هو الفيميل بعد ما تولد تبدا نزيف نزيف نزيف، نفاجئ ان في اختراق من البلاسنتا جوه الرحم. وطبعا بصراحه الانلخي في هذه الحاجه في هذه الحاله انا عايز اقول لك، طبعا هو المريض طبعا يعني، بس الدكتور بيكون انلاكي اكتر من المريضه، لانها بتبقى سيتويشنز صعبه جدا. وصلنا لمرحله الاسئله، كانت وحشانه طبعا. Which is true as regard chorionic villi؟ ايه صح الكلام ده؟ The secondary villi contain only two fibroblasts؟ The tertiary villi contain blood vessels؟ The nourishing villi fixes the zygote؟ يا راجل اسمها nourishing. The whole surface of the blastocyst contains villi till the end of pregnancy؟ تحصل لهم obliteration خلاص وحصل لهم degeneration. يبقى ها ايه الاجابه الصحيحه؟ قولوا بسرعه. ادي البرايمري والسكندري والتيرشري. يبقى الكورونيك فيلاي ها التيرشري فيلاي contains blood vessels. هتقولي ليه ما قلناش السكندري؟ هل هي بتحتوي على تو بلاست اونلي؟ لا، دي كان فيها سايتوس ان سيتيو ومعاهم ميزوديرم. What is the name of the villi that fixes the embryo؟ ده بقى سؤال ستريت فورورد، لو بتسمع رأسه لازم الأول ها هي إيه الإجابة؟ دور على مين في دولت؟ دي في ذهنك على طول، اسمها إيه يا جماعة؟ كوريون فاندوزم. برافو عليكم. What is the structure of the chorion؟ عبارة عن سايتو بس ولا سينسيتيو؟ ولا سايتو سينسيتيو واكسامبليك ميزوديرم ولا يوكساك؟ اعتقد السؤال ده يعني خلاص ستريت فوردز، انا واثق ان انتوا هتجاوبوه صح. هو بعد سايتو سينسيتيو واكسامبليك ميزوديرم. كده وصلنا الى مرحله البراكتيكال كويشنز. يلا ايدنتيفاي ذا بوينت ديستركشن. هزعل قوي بقى لما يقولش ديت. ها برافو عليكم، اسمها ايه يا جماعه؟ اللي هي اللاكني، اللي هي لو قلت لي برضه اللي هو انترفيلس سبيس اتس كوركت، عملت كوميونيكيشن هنا مع اللي هو الماتيرنال بلاد فيزلز، لان اللاكني ما هي الا مرحله قبل تكوين انترفيلس سبيس. يلا ايدنتيفاي ذا بوينتد ستراكشر. اسمها ايه الطبقه ديت؟ ها ما هو من بره خالص الطبقه دي تاليها دي حصل لها انفيجن بدي، يبقى الوسطانيه دي اسمها ايه يا جماعه؟ ها برافو عليكم، دي كده السايتو توفوبلاست. ايدنتيفاي ذس استراكشر، ما لهوش ليبلنج، انا عايز ده كله على بعض اسمه ايه؟ تقول لي مفيش مشاكل خالص، ده انا عندي هنا طبعا دي واحده من الفيلاي، يعني يقول لي في اللاي بس ياخد نص الدرجه. طب انا نورمال في اللاي بقى according to its structure، ادي سينسيتيو وادي سايتو وادي ميزوديرم، يبقى اسمه ايه يا جماعه؟ سكندري في اللاي. اكسلنت.
طيب identify the point destruction. يمكن الرسمه دي هناخدها لسه تاني وتالت مع الامبليكال كورد ومع البلاسينتا. هو ده جزء الفيلاي المقابل للديسيدو وبزالس اللي هيبقى فيه الجذور والفروع بتاعت الجذور الاساسيه بتاعت الشجره بتاعتنا. ماشي، ده واحد من الفيلاي. اذا الاجابه هي فيلاي وبس. اتمنى يا جماعه نكون استفدنا. انا بحاول بقدر الامكان انا اسرع في تسجيل الفيديوهات لان انا عارف انتم مزنوقين جدا دلوقتي. انا خلصت كده فيديوهين ورا بعض اهوت، وهحاول انا استكمل الجزء الباقي من المنهج ان شاء الله في اقرب فرصه. شكرا جزيلا.